السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية، مكون الصرف والتحويل والتراكيب، حصة التثبيت والتطبيق، جمع المذكر السالم والمفعول فيه، المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذا نبدأ على بركة الله، أنجز شفهيا، أكمل الجدول حسب المطلوب. إذا لدينا المفرد المذكر فلاح، جمع كلمة فلاح جمع المذكر السالم فلاحون، فلاحون. إذا عندي هنا كلمة مصممون جمع المذكر السالم، سنبحث عن المفرد مصممون، مصممون. سائق، سائقون. إذن فلاح فلاحون، مصمم مصممون، سائق سائقون. إذن بارعون، عندي كلمة في الجمع المذكر السالم نبحث ليها على المفرد ديالها، بارعون بارع بارعون. حاضر، حاضرون. متعلمون، متعلم. إذا بارعون مفردها بارع، حاضر جمعها حاضرون، متعلمون مفردها متعلمون. أنجز على دفتري، أنتج جملتين تتضمن كل واحدة منهما جمع مذكر سالم. مثلا زرع الفلاحون الأشجار، أشجار. شجع شجع جمهور لاعبين، إذا زرع الفلاحون الأشجار، شجع الجمهور اللاعبين. أحول الجملة التالية إلى الجمع، إذا ظل المخترع منشغلا في المختبر، ظل المخترع منشغلا في المختبر، إذا ظل المخترعون منشغلين منشغلين في المختبر. إذا ظل المخترعون منشغلين في المختبر. حصة التراكيب المفعول فيه الحصة الثانية، أركب جملة تتضمن مفعول فيه ظرف زمان، وجملة تتضمن مفعول فيه ظرف مكان. إذا مثلا شربت، دواء صباحا، شربت الدواء صباحا. وقفت ظرف مكان، وقفت أمام المرآة، إذا ظرف زمان صباحا، ظرف مكان المرآة، شربت الدواء صباحا، وقفت أمام المرآة. أنجز على دفتري، أضع خطا تحت ظرف الزمان وخطين تحت ظرف المكان. إذا استيقظت صباحا فانطلقت خارج البيت لأني على موعد مع صديق لي لزيارة معرض الاختراعات الحديثة،
وجدته ينتظرني أمام باب المعرض. لقد قضينا ساعة نتجول بين أروقة المعرض واستمتعنا بمشاهدة أحدث الاختراعات العلمية. إذا استيقظت صباحا صباحا ظرف زمان خط واحد، فانطلقت خارج ظرف مكان خطين خارج البيت لأنني على موعد مع صديق لي لزيارة معرض الاختراعات الحديثة. وجدته ينتظرني أمام ظرف مكان باب المعرض. لقد قضينا ساعة ظرف زمان خط واحد فقط نتجول بين أروقة المعرض بين ظرف مكان وقت المعرض واستمتعنا بمشاهدة أحداث الاختراعات. أركب كل مفعول فيه في جملة مفيدة. عندي تحت ليلة بين نهارا، مثلا تحت جلست أو جلس البستاني تحت الشجرة. إذا جلس البستاني تحت الشجرة ليلة قضينا ليلة في المخيم. إذا قضينا ليلة في المخيم. الكلمة الثالثة بين، تجولت بين أروقة المعرض. تجولت بين أروقة المعرض. الكلمة الأخيرة نهارا، نهارا ذهب أبي إلى مركز البريد نهارا. إذا جلس البستاني تحت الشجرة، قضينا ليلة في المخيم، تجولت بين أروقة المعرض، ذهب أبي إلى مركز البريد نهارا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.